الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب السلام من كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. هذا الباب فيه عدد من المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تبويبه له، وذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدل على ما بوب به رحمه الله. فنأخذ هذه الأحاديث ونبين الأحكام المتعلقة بها. قال رحمه الله: وعن أبي الخطاب قال: وعن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله هو أول من جاء بالمصافحة هذا ليس من الحديث، وإنما هو من قول أنس رضي الله عنه. فهنا في هذين الحديثين يبين أنس رضي الله عنه وأرضاه أن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا يتصافحون. وفي حديث أنس الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم أهل اليمن، وقال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة. فأهل اليمن هم أول من جاءوا بالمصافحة، وهذه من مناقب أهل اليمن. والمصافحة المراد بها الكف بالكف. وهل معنى المصافحة أنك كلما مررت على الناس تمشي وتصافح؟ هل هذا هو المراد في قول أنس أن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن المصافحة عند اللقيا؟ الصواب هو الثاني، لأن بعضهم يفهم هذه الأحاديث والآثار فهما خاطيا، وهذا نجده عند بعض الناس، تجده يمشي ويصافح في الناس، يقول المصافحة كانت من سنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقال أن المراد بالمصافحة هي أثناء المقابلة وأثناء اللقيا أو في أثناء الحديث، فإنه تكون السنة بأن يصافح. أما أنك تمشي وتصافح في الناس فهذا لم يكن من عمل الصحابة، وإنما كان في مثل هذا السلام، كما مر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر وأشار وسلم، وغير ذلك من الحديث التي مرت علينا ولم يذكر فيها المصافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه بيان فضل المصافحة، قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه أبو داود. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، فالمصافحة التي يفرط فيها كثير من الناس هي من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب، والمسلم يبحث عن مكفرات الذنوب، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من معصية ولا يخلو من تقصير، فيبحث في الكتاب والسنة عن مكفرات الذنوب التي يكفر الله بها ذنوبه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه مسائل، أولها أن السنة في اللقيا المصافحة، السنة في اللقيا المصافحة، أما الانحناء فإنه لا يجوز. والمصنف قال في التبويب قال: وكراهية الانحناء، وهذا فيه نظر، والصواب التحريم، فلا يجوز الانحناء أبدا، لأن الانحناء نوع من الركوع، والركوع نوع من العبادة، ولا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وقد نبه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على تبويب المصنف في قوله وكراهية الانحناء،
وذكر أن الصواب فيها أنه التحريم، تحريم الانحناء، والمراد بالانحناء المنهي عنه هو انحناء التعظيم، انحناء التعظيم هو المنهي عنه. أما الانحناء الذي يكون للحاجة كأن يكون المسلم عليه جالسا، كأن يكون مثلا المسلم عليه قصيرا، فإن هذا الانحناء لا يراد به التعظيم، وإنما يراد به الوصول إلى السلام للتقبيل أو نحو هذا، فلا يدخل في هذا الحكم. فإذا أولا الانحناء لا يجوز، الانحناء لا يجوز لأنه نوع عبادة. الالتزام والتقبيل، التزام يكون بالمعانقة، وأيضا هذا أقل أحواله الكراهة، إلا فيما ورد فيه النص بأن يكون جاء من سفر، أو يكون هناك مدة بعيدة لم يكن هناك لقيا، فإن في مثل هذه الحالة السنة الالتزام والمعانقة كما جاءت بذلك الأحاديث. وأما التقبيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، التقبيل أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنة فقط حتى نعلم في اللقية هي السلام والمصافحة. أما الانحناء والالتزام والتقبيل فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذ بيده ويصافحه، قال نعم. إذن هذه هي السنة، السلام والمصافحة. وبعض الناس يصافح ولا يسلم، يصافح ولا يسلم، هذه واقع عند كثير من الناس، وهذا نقص في تطبيق السنة، فالسنة السلام والمصافحة. قال وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده، يعني اليهوديان قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. هذه حديث فيها بيان مشروعية تقبيل اليد وتقبيل الرجل للرجل الصالح وللمعظم في القوم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل تجوز أو لا تجوز، هل تكره أو لا تكره، فكثير من أهل العلم كرها تقبيل اليد، وضعفوا هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا هو الصحيح، أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة، التي فيها تقبيل اليد والرجل كلها ضعيفة، حتى ما ورد عن الصحابة فيها ففيه ضعف. ولكن قال بعض العلم هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فأقل أحوالها بمجموعها أن تكون حسنة، يعني حسنة لغيرها. وعلى كل حال فإن هذه المسألة العلماء اختلفوا فيها، منهم من كره تقبيل اليد مطلقا، ومنهم من أجازه بشروط، قالوا بأن لا يكون هذا عادة، بأن لا يكون هذا عادة، وأن لا يكون من أجل الدنيا لأنه نوع امتهان، وإنما يكون هذا من أجل رفعة الرجل في صلاح عمله أو في مكانته أو لتعظيمه كأن يكون والدا ونحو هذا. أما إذا كان التقبيل من أجل الدنيا فإنهم كرهوا ذلك أن يفعله الرجل، كرهوا أن يفعل ذلك الرجل لأن فيه نوع من الامتهان. وهذه يعني المسألة الأمر يعني لا يشدد فيها، لأن المسألة كما مر علينا فيها خلاف، فمن رأى تقبيل اليد فإنه لا ينكر عليه، ومن رأى عدم تقبيل اليد فإنه أيضا لا ينكر عليه، لأن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك لا يرى نهائيا تقبيل اليد، لا يرى تقبيل اليد. والذي ورد كما ذكرنا هم منهم من ضعفه ومنهم من صححه. ومن هذا الحديث، حديث اليهوديان اللذان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يده ورجله. وقد يسأل سائل عن هؤلاء اليهود، يعني لماذا يعني لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما رأوا من الآيات البينات؟ فمثل هذا الحديث بعض العلم قال هؤلاء اليهوديان أسلم، بعضهم قال لم يسلم، ودلالة الحديث أنهم قالوا نشهد أنك نبي تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأيضا قد يسأل سائل هؤلاء اليهود كيف جاءوا إلى
المدينة ولماذا سكنوا المدينة. فاليهود في الأصل كانوا في مصر وفي الشام، ولكن جاءوا إلى المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب مجيئهم إلى المدينة بالخصوص لعلمهم يقينا أن النبي سيبعث في المدينة، سيكون من مكة وسيأتي إلى المدينة، لما يجدونه في التوراة والإنجيل. فسبقوا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لخروجه ومبعثه، بل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على المشركين من الأوس والخزرج، يستفتحون يعني يستنصرون عليهم، يقول سيبعث نبي يقاتل معنا ضدكم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فاليهود عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه نبي، كما في هذا الحديث قالوا نشهد أنك نبي، وهم أصلا ما جاءوا إلى المدينة إلا من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم الأوس والخزرج، قالوا لهم بعد أن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا معشر يهود اتقوا الله وآمنوا بالرسول، كنتم تستفتحون علينا. فأنكر اليهود، قالوا هذا الذي ليس موجودا عندنا في التوراة والإنجيل، قالوا ذلك كذبا وبهتانا وعلوا واستكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا سبب عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل العلم يقولون أن اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفون أنه نبي، لأنهم كانوا يرجون أن يكون من ذرية إسرائيل، فكان من ذرية إسماعيل، فحسدوا العرب ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فإنهم يجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن قد يكون في التوراة والإنجيل لم يذكر أنه من العرب، ذكرت صفاته وذكر مبعثه ومهجره، لكن لم يذكر هل هو من إسرائيل أو من إسماعيل. وهناك قول آخر ذكره الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، وإذا كان للشيخ يعني سلف في هذا فإنه قول قوي أيضا، قال رحمه الله تعالى: والذي تدل عليه الأدلة أنهم يعرفون أنه من بني إسماعيل، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد جاءوا إلى المدينة وهم يعني يريدون الإيمان به، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه سيبعث، سيكون مهجره إلى المدينة، ولكن عندما رأوه عين اليقين لم يؤمنوا. لما رأوه علم اليقين أو عين اليقين لم يؤمنوا، كان عندهم علم اليقين أنه سيبعث، ولكن عندما رأوه عين اليقين لم يؤمنوا استكبارا وحسدا للعرب. وهذه قد تحدث لا يستبعد. فأنت الآن كمثال يعني نضربه حتى تتبين مسألة علم اليقين وعين اليقين، لأن عندنا ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثلا أن تؤمن الآن بالجنة والنار، وهذا علم اليقين، لأن من كفر بالجنة والنار وكذب بهم فهو كافر، فأن تؤمن علم اليقين، هذا علم اليقين، تؤمن إذا رأيتهما يوم القيامة، هذا هو عين اليقين، هذا هو عين اليقين. فإذا دخلت الجنة أو دخل الكافر النار فإن هذا هو حق اليقين. فأنت الآن تعلم أن هناك نار، وأن من يفعل هذا الذنب سيعذب، هذا علم اليقين، ولكنك قد تفعل المعصية مع علمك يقينا أن هذا قد تعذب عليه. ولكن لو كانت النار أمامك ولو فعلت المعصية ألقيت فيها، هل ستفعل؟ لا تفعل. ولذلك هذا حال اليهود، كانوا يعلمون علم اليقين، ولكن لما رأوه عين اليقين لم يستطيعوا أن يؤمنوا به مما في قلوبهم من الحسد والكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء اليهوديان قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويده كما في هذا الحديث، فدل على مشروعية هذا الفعل. ولكن هنا مسألة مهمة في مسألة تقبيل الرجل، قد نبه عليها مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ صالح فوزان، وهي أنه لا تقبل الرجل حتى لو قلنا على بمشروعية تقبيل الرجل والركبة، فإنه لا يكون من قيام الانحناء
كما يفعله اليوم كثير من الناس تجدونهم اليوم تشاهدونهم في وسائل التواصل، يأتي من مناسبة أو كذا فيأتي يسلم على أمه أو على والده وينزل من أعلى إلى أسفل. قالوا لأن هذه تشبه السجود فلا تجوز. فإذا كان من قيام إلى انحناء يشبه السجود فإن هذا لا يجوز، لأنه يشبه السجود الذي لا يكون إلا لله. ولكن لو كان والدك جالسا أم يعني جالسا وأنت جالس وكانت رجله أمامك وقبلت رجله قبلت ركبته وقبلت يده فإن هذا لا بأس به، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، قالوا عن عائشة رضي الله عنهما قالت قدم زيد بن الحارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه مشروعية الاعتناق والتقبيل لمن جاء من سفر أو جاء يعني بعد فترة طويلة أو كان الشوق إليه كبيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة كان مولى من الموالي عند خديجة، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر ثوبه واعتنقه وقبله، وهذا دليل تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. فدلت هذه المسألة على جواز الاعتناق والتقبيل، ولكن هذا كما قلنا بشرط أن يكون ليس دائما، وأن يكون لشوق أو لبعد يعني لبعد وقت لم يره أو يكون قادما من سفر أو نحو هذه الأمور والأسباب التي تسبب هذا الفعل. وأيضا فيه جواز التقبيل. مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيقبله؟ قال لا، وهنا قبل. نقول هذه المسألة تندرج مع مسألة الالتزام والاعتناق. وأيضا يقال يعني جمع بين الحديث أن هذا لا يفعل دائما، لو فعل أحيانا فإنه لا بأس، وإذا فعل دائما فإن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الحديث. وهذا حديث زيد بن حارثة دليل على المسألة لمن قدم من سفر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة، فدل على أنه جاء من سفر. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد مر علينا هذا الحديث في أبواب كثيرة وتكلمنا عن هذا الحديث وعن معناه. آخر حديث في هذا الباب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أن تقبيل الصغار والصبيان والأبناء أنه من السنة وأنه من الرحمة، أنه من السنة وأنه من الرحمة. فلذلك على المسلم أن يلين قلبه بتقبيل الصغار وتقبيل الأطفال والأبناء خصوصا، لأن هذا من الرحمة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب عباده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لا يقبل أن هذا منزوع الرحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك، وهنا قال من لا يرحم لا يرحم. فإذا تقبيل الأبناء خصوصا والصغار دليل على الرحمة. وهذا آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا آخر درس قبل شهر رمضان، وستعود بإذن الله سبحانه وتعالى دروس رياض الصالحين بعد شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه ونحن بصحة وعافية وإيمان، وأن يجعلنا فيه من المقبلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.